وقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا أو محدثا. وهذا الحديث شامل لأي حدث يكون في الأرض، لكنه في المدينة أشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المدينة: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صبر، كما جاء عند البخاري. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذاب الملح في الماء. وإرادة أهلها بالسوء حدث.